هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها. داعش يكثف هجماته في القارة السمراء. شمال الموزمبيق وجهة تمدد جديدة، إحراق لقرى وتهجير أهلها في منطقة بالما الساحلية. التنظيم يظهر فجأة عند الثروات النفطية والغازية. لماذا يختار مناطق التنافس الدولي المستعر على الاستثمار؟ وهل تحولت أفريقيا إلى ساحة صراع عالمي؟ وما حقيقة ازدياد الحضور الصيني الروسي مقابل تراجع الدور الأمريكي؟ مرحبا بكم. أينما وجد النفط زرع داعش، وحيث الممرات الحيوية يحاول عناصره المرور. هي مفارقة لافتة في هذا التنظيم منذ نشأته. شمال الموزمبيق هي وجهة تمدد إضافية في القارة السمراء باجتياح التنظيم منطقة بالما الساحلية وإحراقه القرى بعد نهبها وتهجير أهلها. فكيف يظهر التنظيم بهذا البطش فجأة؟ ولماذا يختار في تمركزه مناطق التنافس الدولي على الاستثمار؟ وهل يبحث داعش عن موطئ قدم جديد بعد هزيمته في ساحات محور المقاومة؟ وعلى وقع هجمات داعش في القارة الأفريقية وممارساته الإجرامية، يجتمع التحالف الأمريكي في ظل معطيات تشير إلى أن الصين وروسيا ترسخان وجودهما في القارة السمراء بقوة. فهل يمهد التنظيم بفتح الجبهات الطريقة لتدخله؟ وهل يقدم في المذابح الذرائع لاستجلاب القوى الخارجية، حيث يشتد الصراع على النفوذ في بقع القارات السوداء الغنية بالثروات؟ ومن هي القوى المنخرطة في هذا الصراع؟ وكيف تتوزع خارطة السيطرة ومحاولات السيطرة أيضا؟ إذن هذه عناوين ومحاور مسائية نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا. معنا من العاصمة الفرنسية باريس رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية السيد أحمد محمد الأمين. معنا من الجزائر العاصمة الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية الدكتور أحمد ميزاب. ومن القاهرة ينضم إلينا نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام السيد إبراهيم سنجاب. مرحبا بضيوفنا، شكرا لانضمامكم إلينا في المسائية. اسمحوا لنا قبل أن نعقد دائرة النقاش أن نبدأ بهذا التقرير. تسعى فروع تنظيم داعش إلى التوسع في أفريقيا بعد انهيار التنظيم الأم في كل من سوريا والعراق. وفي هذا السياق أعلن التنظيم سيطرته على مدينة بالما الساحلية شمال موزمبيق والاستيلاء على جزيرتين قريبتين من مكامن الغاز الطبيعي، ما يهدد حركة النقل البحري وإمدادات الغاز. هذا ما أصبحت عليه شواطئ مدينة بالما بعد الهجوم الليلي الذي نفذه عناصر تنظيم داعش. وصلوا في زوارق لصيد الأسماك، أخرجوا السكان والنازحين من منازلهم وخيامهم ثم أحرقوها. مشهد مألوف لدى النازحين الذين سبق أن هجروا في أب أغسطس من مدينة موسيمبا دي برايا الساحلية. مدينة موسيمبا دي برايا تتمتع بمرفأ استراتيجي يعد نقطة عبور مهمة للشحن، ولهذا سيطر عليها داعش. أما مدينة بالما فتبعد 10 كيلومترات فقط عن مشروع ضخم للغاز الطبيعي المسال. وسبق ذلك سيطرة تنظيم داعش في أيلول سبتمبر الماضي على جزيرتي ميتوندو وفاميزي القريبتين من مشروع الغاز الذي تساهم فيه مجموعة توتال الفرنسية، ويتوقع أن يبدأ بالإنتاج عام 2024 بعائدات تفوق 13 مليار يورو. هكذا لم تهنأ الموزمبيق الدولة الأفريقية الفقيرة بثروة الغاز المكتشفة في مياهها الإقليمية، فبدل أن تساعدها هذه الثروة على محاربة الفقر والمديونية، أثارت أطماع التنظيمات الإرهابية التي استغلت بيئة الفوضى الأمنية في موزمبيق كما فعلت سابقا في مالي والصومال. تنظيم داعش الذي طرد من سوريا والعراق يحاول اليوم بناء أذرع له في أفريقيا وتمكينها ماليا من خلال السيطرة على ثروة الغاز. شن منذ عام 2017 مئات الهجمات المسلحة التي قطعت شبكة الطرق الواصلة بين الأقاليم والتي تهدد اليوم حركة الملاحة البحرية. مرحبا من جديد بضيوفنا. أبدأ معك دكتور أحمد ميزاب من الجزائر. هجوم بحري بعدد كبير من تنظيم داعش، هجوم مركب بشكل محكم ومنظم، والسيطرة على بالما المدينة الساحلية في موزمبيق. ما الدلالات التي يمكن أن نقف عندها بهجوم تنظيم داعش باختيار هذه المدينة الساحلية بموقعها الاستراتيجي وفي غنى أساسا الموزمبيق بالثروات؟
هو في البداية دعينا ربما أن نقرأ المشهد بصورة عامة، أن هذا مؤشر على عودة تنظيم داعش بشكل جديد وكذلك بهيكلة جديدة وبروح جديدة، باعتبار أننا نتحدث على استكمال انتشاره في إطار خارطة انتشار جديدة التي مست منطقة إفريقيا، خاصة منطقة الساحل الإفريقي الممتدة من غرب إفريقيا إلى غاية القرن الإفريقي. من ناحية ثانية كذلك، أن هذه العملية وهذا المشهد الذي اليوم نقف أمامه هو يعطينا كذلك على أن التنظيم يحاول أن يتمدد ويحاول كذلك أن يتمركز في النقاط الحيوية وكذلك في النقاط الاستراتيجية، باعتبار أنه ليس تهديد لدول المنطقة فقط، أو إنما كذلك هو تهديد للحركة التجارية العالمية، باعتبار أننا نتكلم على ممرات بحرية استراتيجية، نتكلم كذلك على أبعاد كذلك اقتصادية طاقوية، ونتكلم كذلك على استراتيجية الجديدة التي يشتغل بها هذا التنظيم، لأنه ظهوره بهذا الشكل وبهذه الصورة وبهذه القوة كذلك يدفعنا إلى القول إلى الحديث على مسارات تطور الظاهرة الإرهابية وكذلك التحولات الجوهرية التي عرفتها التنظيمات الإرهابية النشطة في المنطقة، في إطار الاندماج ما بين بقايا التنظيمات والعودة بنفس جديد. فبالتالي نحن نتكلم الآن على تحول من خلال أولا السيطرة على المناطق الحيوية خاصة الطاقوية وكذلك على الممرات الاستراتيجية، وهذا يشكل تهديد عالمي وليس تهديد للمنطقة لوحدها، لأننا رأينا أن عودة هذا التنظيم كانت بالتدريج، باعتبار أنه أولا أكد لنا بأنه تمدد في المنطقة الإفريقية وأن خارطة الانتشار هي خارطة موسعة، لأنه اليوم نحن نتكلم على أن التنظيم يسيطر على أكثر من 10 مليون كيلومتر مربع، وهي منطقة الصحراء الكبرى، لأنه مجموع العمليات التي شنها في الآونة الأخيرة، وربما رأينا في الأسبوع الماضي ما حدث في النيجر، تلك المدينة التي عرفت هجوم ممنهج من قبل هذا التنظيم، وعدد الضحايا الذين سبقوا، وقبلها ب 48 ساعة كذلك عملية عرفتها منطقة مالي ومنطقة تشاد ومنطقة بوركينا فاسو وصولا إلى موزمبيق. فبالتالي نحن نتحدث على مشهد أمني معقد تعرفه المنطقة، وعلى تهديد حقيقي للأمن العالمي الذي يستوجب أن نضع المشهد في قراءة متأنية وأن نحدد من خلاله المسارات والسياقات التي على أساسها يجب التحرك في إطار مواجهة هذا التحدي المتمدد كالرمال الزاحفة. الوجود أو محاولة التغلغل والعمل بالنسبة لتنظيم داعش في أفريقيا على أكثر من مستوى، شمال أفريقيا ونزولا باتجاه الجنوب في أفريقيا، ليس بجديد، والهجمات موجودة وحتى مبايعة بعض الحركات الراديكالية للتنظيم، لكن الآن يبدو المعطى مختلف تماما انطلاقا مما جرى في بالما وكان في مقدمات حتى في موزمبيق لهذا الهجوم لتنظيم داعش. هذا يحن إليك سيد أحمد محمد الأمين، لأنه هل تركت موزمبيق رغم أنه كان في مقدمات وفي هجوم وفي تحذيرات غربية من التنظيم من يعني خطورة الهجمات التي يقوم بها وحتى عملية السيطرة على يعني مناطق ومدن قريبة وصولا إلى بالما؟ ونحن نتحدث عن احتياطات في موزمبيق، تم الاكتشاف من الغاز الطبيعي 150 تريليون قدم مكعب، ما يعادل 24 مليار برميل من النفط، وهو الاكتشاف الذي يؤهل البلاد لتكون المسرح العالمي للطاقة. هذه أيضا لافتة، كيف ولماذا يختار تنظيم داعش هذه المناطق بهذه الصفات؟ شكرا لقناتكم المحترمة وشكرا للضيوف. لا شك أن هزيمة داعش في سوريا والعراق وفي الشرق الأوسط بشكل عام شكلت تحول، نقطة تحول لهذا التنظيم ليجد الطريقة إلى الانتقال والتحول إلى القارة السمراء. في مؤشر الإرهاب الدولي العالمي للعام 2020 بلغت الخسائر البشرية نتيجة للإرهاب 50,456 شخص الضحايا الإرهاب داخل القارة السمراء. فيما يخص سؤالك بما يتعلق بالموزمبيق، صحيح الموزمبيق هي وجهة قريبة لأن التنظيمات
كلما كانت اقرب للمناطق التي كانت تشهد بدايه هذه الموجه الارهابيه او هذا التنظيم، كلما كان المكان اقرب لهذه المناطق، اقرب لمنطقه الشرق الاوسط، تكون مؤهله لان تشهد عمليات او تشهد تواجد للتنظيم الارهابي داعش وغيره. مع ان الفشل السياسي، وسوف نتطرق الى ذلك في لاحقا او ربما يطرق له الضيوف، في الانظمه في النظام الديمقراطي الافريقي كله وفساد الجنرالات، يسهم ويساهم في تمدد هذه الظاهره الارهابيه وهذه المنظمات الارهابيه وانتقالها من الشرق من سوريا والعراق الى الحاضنه الافريقيه التي وجدت فيها ملاذ امن. وسوف تستغل هذه الثروات والتي باستطاعتها استغلالها بسهوله عن طريق التحالفات مع الفاسدين في داخل هذه الدول. لكن سأبقى معك لطفا سيد أحمد محمد الأمين بسؤال متابع انطلاقا من نقطة تفضل بها، لا أريد أن تمر، لأن الحديث عن فشل نظام سياسي أو ما وصفته أيضا بالنظام الديمقراطي الأفريقي بشكل أو بآخر، هذا صنيعة الاستعمار الغربي سابقا في تلك الدول، يعني توضب على ما يقدم بعض القيادات في بعض الدول الأفريقية لاستمرار نوع جديد من الاستعمار الداخلي إن صح التعبير، والأمثلة كثيرة. في نوع من تفقير أفريقيا رغم أنها تمتلك كثير من المقومات لتكون في مصاف أعلى الدول، لذلك ربما في مكان ما في تقصير في تحميل مسؤولية أيضا للدول الغربية وحتى الأمارات الأولى التي تؤدي إلى أنه داعش سيقوم بمثل هكذا هجوم وسيؤثر على القارة الأفريقية ككل، وهذا سيتعدى على مستوى العالم سنناقشه. الغرب يتحمل جزء كبير من المسؤولية. طبعا لا شك أن الغرب هنالك أيادي خفية تلعب بورقة الإرهاب، فعندما فشلت هذه الورقة أو كادت أن تفشل بالشرق الأوسط، لا بد لها من أن تحول إلى إفريقيا، لأن إفريقيا هي الوجهة لكل لصراع القوى الكبرى، وبالتالي لا بد من خلق نوع من عدم الاستقرار، لأن النظام الديمقراطي الغرب يتناقض في تعاطيه مع هذا الشكل الأنظمة الديمقراطية حسب مصالحه، ولذلك يرى أن عدم استقرار إفريقيا سيكون موجبا أو سيكون سببا لوجوده داخل هذه الدول، وهو ما نشهده في القاعدة الفرنسية في شمال مالي في غرب إفريقيا والتحالفات التي تقوم بها فرنسا، أمريكا موجودة في الشرق الإفريقي، روسيا بدأت في وسط إفريقيا، كل الدول تتكالب على إفريقيا من منظور استراتيجي مصلحي، ليس إلا تركيا في 2009 كانت لها 12 سفارة، اليوم عندها 42 سفارة داخل إفريقيا. الدول الكبرى التي لها مصالح استراتيجية داخل إفريقيا تحاول جاهدة أن تدخل إلى إفريقيا بأي طريقة. المخابرات الغربية تلعب في إفريقيا، تعرف ما يدور في إفريقيا وهي تتعامل مع الأنظمة ومع كل الجهات الموجودة في إفريقيا. أنا أقول بشكل صريح، لأن كل ما يدور في إفريقيا تحت عيون الغرب، تحت عيون الجهات الغربية، لأنها حاضرة في كل شيء. القواعد الفرنسية موجودة، الطيران الفرنسي موجود في النيجر، موجود في مالي، السفارات الغربية موجودة، التواجد الروسي موجود، المخابرات التركية موجودة، حتى الصين ايضا دخلت، ولكن بطريقه اخرى، بطريقه ناعمه، عن طريق التجاره والاستيلاء على مقدرات الشعوب. هذه النقطه سنناقشها بطريقه او باخرى، ايضا عمليه التنافس الدولي في القاره الافريقيه، سيما مع بروز حضور الصين، لان الصين ليس لديها حرج من انها تقول بانها توجد في القاره الافريقيه بخلفيه الاستثمار الاقتصادي، بخلاف ربما الدول الغربيه التي تستخدم عمليا النيوليبراليه والديمقراطيه وحقوق الانسان ونظام ديمقراطي افضل بحجج للولوج الى هذه الدول وخلق انظمه كما يقدم تستطيع من خلالها أن تمرر أجندتها وبالتالي أن تضع يدها على كل المقدرات الموجودة في هذه القارة. سنناقش هذه النقطة، لكن حتى في قراءتنا المشهد في خطورته في تداعياته وأيضا في الدلالات، أريد أن أسمع رأي السيد لطفاً سيد إبراهيم سنجاب في كل ما جرى والربط الذي جرى بأنه تنظيم داعش ينتقل إلى يعني أن يكون موجودا بشكل بارز ويسيطر جغرافيا هنا من جديد في القارة الإفريقية بعد خسارته في سوريا والعراق في مواجهة يعني ضد التنظيم حتى مع محور المقاومة. كيف تجدها وما خطورة المشهد الآن في القارة الأفريقية انطلاقا مما جرى في بالما في موزمبيق برأيك؟ أهلا بك.
الحقيقة أن داعش لم ينزل إلى أفريقيا على فراغ. داعش نزل على عشرات الجماعات الموجودة في أفريقيا منذ الثمانينات أو التسعينات، وكانت جماعات قوية جدا ممتدة من ساحل المحيط الأطلنطي حتى النيجر وبوركينا فاسو والحدود الجزائرية المالية، وحدثت عمليات إرهاب قبل توجه داعش إلى القارة الأفريقية. الحقيقة السؤال هو من خلق الإرهاب ومن الذي يستثمر فيه؟ لماذا ذهب هؤلاء الناس إلى أفريقيا؟ هل ذهبوا لحراسة الثروات أم هل اللي هو هل ذهبوا لحراسة الثروات أم لنهبها؟ هل جاء كل هؤلاء الأوروبيين والأمريكان لمواجهة الإرهاب؟ من الذي صنع الإرهاب في هذه المنطقة؟ في عام واحد في عام 2020 سنة كورونا حصل 1168 هجوم إرهابي في أفريقيا. في سنة 21 حصل 66 هجوم أدى لمقتل 6542 في 15 دولة أفريقية. معنى هذا أنه الإرهاب بيتنامى في أفريقيا، بيزداد بعد مواجهته في العراق والشام وسيناء في مصر. النقطة المهمة أنه هذه الجماعات الأصولية كانت موجودة أصلاً، القاعدة كانت موجودة، المرابطين وعشرات الجماعات، فداعش نزلت على جماعات أصولية. البوكو حرام كانت قد بايعت أمير داعش يمكن 2016 2000 يعني في هذه يعني في التوقيت ده. يعني الإرهاب، الحركات الأصولية الإرهابية اللي هي بتعتمد أساسا، يعني بدأت إزاي؟ بدأت بنشر الفكر الجهادي اللي تولته الوهابية، تولته السلفية الجهادية. أفريقيا عموما الإسلام اللي فيها كان إسلام اللي هو المتصوفين والتيجانية، ودي حركات مسالمة جدا. يعني الكتائب والزوايا اللي حصلت، المساعدات عبر المساعدات والجمعيات الدينية، طرق التهريب المعروفة طبعا من تهريب السلاح أو تهريب المخدرات أو تهريب البشر، تهريب السلع، ده بتيجي من أمريكا الجنوبية وتصل إلى الساحل الأفريقي من جنوب المغرب وتمتد حتى وصلت إلى سيناء وعبرت إلى السودان وحتى إلى السودان في دارفور من تشاد. يعني المناطق التهريب معروفة، وهي المناطق يعني غير مناطق البترول والغاز اللي ظهر في أفريقيا في هذه الأماكن، مناطق طرق التهريب اللي هي على حدود بين الدول، بين الجزائر ومالي، بين ليبيا وتشاد. نعم. يعني على مناطق، هي هذه مناطق تمركز هذه الجماعات، وهي بتستغل أكثر من حاجة، بتستغل أنه هذه المناطق هشة من ناحية سيطرة الأنظمة عليها بعيدة عن الدولة المركزية، تستغل أن أهلها مهمشين، بتستغل في نقطة مهمة سيد سنجاب. الدول الغربية تستطيع أن تنتعش، بمعنى تسلب مقدرات الدول وتنظيم داعش كذا، عندما يتم تحويل بين قوسين الدول إلى دول فاشلة، وبالتالي إمكانية تمرير بشكل أو بآخر أجندة كل منهما أو كلاهما بشكل أو بآخر. هذه النقطة، لأنك ذكرت مبايعة بوكو حرام لتنظيم داعش، وذلك في تقريبا في مارس 2015 كانت الأمارات التي يعني بدأنا نصل فيها إلى هنا. لكن ما الذي اختلف من عملية إمرار وهجمات واستغلال وذلك حتى على المستوى الغربي إلى الوصول إلى السيطرة على الأرض في بقعة فيها صراع دولي أيضا على النفوذ وعلى بشكل أو بآخر على السيادة على المستوى الاقتصادي إن صح التعبير، أو تربع على المستوى العالم على المستوى الاقتصادي؟ سنناقش هذه النقطة وإياك سيد سنجاب وأيضا الدكتور ميزاب وسيد محمد الأمين، ولكن سنعود أيضا لنعرض هذا التقرير ومهد لهذه النقطة في النقاش. إذن يتزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار في القارة الأفريقية على مستويات مختلفة في ظل تراجع اهتمام إدارة ترامب بهذه القارة. عسكريون أمريكيون يوصون الإدارة الجديدة بالعمل بعمق في أفريقيا، لماذا وكيف؟ الإجابة مع الزميلة ملك خالد. أفريقيا ساحة صراع دولي مجددا، ولكن ليس بشكل عسكري كما كانت خلال الحرب الباردة بين الدول الكبرى، وإن كانت ليبيا نموذجا عما يمكن أن تصل إليه الأمور إذا ما خرجت الأسلحة إلى الميادين. روسيا والصين في حركة تبدو محمومة لإثبات وجودهما في القارة السمراء، وهذا السباق إلى 54 دولة فيها موارد بشرية وطبيعية واستراتيجية هائلة يشغل بال عسكريين أمريكيين ممن شاركوا في عمليات عسكرية لبلاد
وجودهم في هذه القارة، ما دفعهم إلى كتابة مقال حول الصراع في أفريقيا باعتباره صراع القرن الحادي والعشرين في مجلة فورين أفيرز. المقال تحدث عن سعي الصين وروسيا لبناء علاقات اقتصادية وتأمين الوصول إلى موارد أفريقيا وتشكيل تحالفات سياسية في هذه القارة في ظل ما وصفه بفك الارتباط الأمريكي، ليس فقط عسكريا كما حصل في الصومال، بل حتى سياسيا واستراتيجيا. فالولايات المتحدة إذ تفك الارتباط مع دول أفريقية ذات أهمية استراتيجية، إنما تترك الفرصة لمضاعفة التحديات أفريقيا ولا سيما أمنيا مع انتشار الحركات المتطرفة التابعة للقاعدة وداعش في عدد من هذه الدول بحسب التقرير. في المقابل، الصين تنشئ قواعد عسكرية وتستثمر في مشاريع بنى تحتية كبرى من دون التدخل في السياسات الداخلية للدول، وتحديدا ملف حقوق الإنسان والفساد، مع سياسات إقراض وتحرير أسواق جذابة للقادة الأفريقيين الذين قد لا يرغبون في إجراء إصلاحات ديمقراطية فعلية. وبحسب فورين أفيرز، فإن عودة المنافسة بين موسكو وبكين وواشنطن عالميا تعني أن على الولايات المتحدة المشاركة بشكل أعمق في أفريقيا وتعزيز وجودها هناك من خلال استراتيجية إقليمية تعالج التهديدات العابرة للحدود التي تنطلق منها، وإلا فإن روسيا والصين ستحصلان على امتيازات واسعة في قارة تنمو فيها الفرص والمخاطر بسرعة. من هنا وبانطلاق مما جاء بالتقرير، أعود إليك دكتور أحمد ميزاب، نريد أن نرصد إن كان نحن أمام مصادفة أو ما هي المفارقة التي يمكن أن نرصدها بأنه تنظيم داعش يجتاح مناطق بشكل أو بآخر موجود فيها أو هي ساحة صراع دولي. الولايات المتحدة الأمريكية أعطت بالا واسعا لأفريقيا وكان في عملية دائما لنقل المركز لها أفريكوم إلى أفريقيا، واجهتها جنوب أفريقيا ب 2007 ومؤخرا بإدارة ترامب أريد نقلها من ألمانيا إلى مجددا إلى أفريقيا. كيف يمكن أن نرصد ذلك بالنظر أيضا إلى أن الاكتشافات الجديدة من النفط والثروات معنية بها الشركات الغربية الأوروبية والأمريكية؟ دعني أقول أولا بأن ليس من الصدفة بأن يتمدد هذا التنظيم في المناطق التي تعرف تنافس والتي تعرف كذلك صراع دولي محموم، سواء كان في إطار أولا التحولات التي تعرفها السياسات الأمريكية في المنطقة أو حتى كذلك في إطار التنافس الدولي ما بين روسيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا وكذلك تركيا. بل نحن نتحدث على أن هذا التنظيم هو يتمدد ويتغذى أولا في هذه المناطق التي تعرف تنافس دولي والتي تعرف كذلك صراعات والتي كذلك هي مصنفة بالمناطق الهشة، باعتبار أنه يستفيد من أكثر من عامل أو من أكثر كذلك من محدد. العامل الأول هو البيئة الحاضنة التي تتوفر والتي تسمح له بالتمدد وبالتحرك وحتى كذلك بالنشاط. من الناحية الثانية هو مسألة التمويل، ورأينا في تجربة العراق وسوريا كيف أنه استطاع أن يتعامل مع الدول في إطار السوق السوداء لبيع المواد الطاقوية، وذات الشيء الذي كذلك هو موجود اليوم. من ناحية أخرى كذلك التحولات التي تعرفها السياسة الأمريكية هي تدفعنا إلى قراءة المشهد بشكل آخر، باعتبار أننا ندرك جيدا أن أفريقيا خاصة في المناطق التي تعرف ربما تمدد أو حضور وعمق استراتيجي بالنسبة للجانب الفرنسي والذي عرف تراجع في الفترة الأخيرة، هي ذاتها المناطق التي اليوم تعرف تغول لهذه الظاهرة ولتمدد هذه الظاهرة. فبالتالي لا يمكن لنا أن نقرأ هذا المشهد لا من باب الصدفة ولا حتى كذلك بمعزل على التحولات أو التطورات التي تعرفها المنطقة، ولا يمكن كذلك أن نفصله عن الأزمات أو طبيعة الأزمات. علينا أن ندرك جيدا بأن هذا المشهد الذي نحن أمامه اليوم حضر له وهيئ له منذ 3 سنوات، باعتبار أولا أن السؤال الذي كان يطرح بعد تراجع التنظيم في منطقة الشرق الأوسط، إلى أين يتوجه بقايا هذا التنظيم، والذي فسرناه بأنه عبارة على تراجع استراتيجي في إطار إعادة التشكيل أو إعادة البناء. النقطة الثانية، كيف تم ضمان تغطية
تحويل المقاتلين الذين يقدرون بعشرات الآلاف من منطقة الشرق الأوسط إلى المنطقة الإفريقية وإعادة توزيعهم عبر أربع تمركزات تواجدت فيها هذه المجموعات، باعتبار أننا نتحدث على أكثر من 19 ألف مقاتل تم تحويله من منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة إفريقيا. فبالتالي لا يمكن لنا أن نعزل ذلك على صراع القوى الكبرى، ولا يمكن لنا كذلك أن نتحدث على نشاط إرهابي معزول أو غير مرتبط بأجندات أو غير مرتبط كذلك بمصانع، بل هو في حد ذاته صانعة في إطار إعادة رسم معالم وملامح تعرفها المنطقة، في إطار الصراع حول الطاقة، في إطار كذلك الصراع ما بين القوى الكبرى. لذلك ربما لما نتحدث سواء كان بلغة الأرقام، سواء كان كذلك بما هو متوقع مع 2024 من عائدات لعديد من المناطق من خلال المصادر الطاقوية، من خلال كذلك التنافس الدولي، ندرك جيدا بأن الظاهرة الإرهابية هي عبارة على حجر دومينو يتم تحريكه في إطار تحقيق أجندات، في إطار كذلك ما نسميه بلعبة الأمم بقواعد واضحة، بكذلك ملامح كذلك واضحة. لأننا اليوم لا نتحدث على عمليات منفردة بقدر ما أننا نتحدث على عمليات تأتي بتوقيت ربما مركب، بعمليات كذلك تأتي في أكثر من منطقة وكأنها مترابطة وكأنها كذلك متسلسلة. كنا نتحدث على مسألة عودة ما يسمى بالذئب المنفرد، اليوم نحن نتحدث على عودة النشاط بالكتل لهذه التنظيمات. فبالتالي نحن أمام معطى أمني جديد يفرض نفسه، ولا يمكن أن نقرأه إلا من خلال فهم التجاذبات الدولية التي تعرفها المنطقة الإفريقية، إلا من خلال كذلك فهم كذلك التحركات العسكرية والعسكرية المضادة التي تعرفها المنطقة. من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك بقوة في إطار تحويل قاعدة الأفريكوم، ومن ناحية ثانية كذلك الجانب الفرنسي يتحرك في إطار البحث عن شرعية لمجموعة جي 5 الساحل، والبحث كذلك على مصادر تمويل لهذه المجموعة ومحاولة توسيعها لدول أخرى وضمت حتى دول أوروبية. فبالتالي نحن نتحدث على تصادم للمصالح وعلى تجاذبات للأطراف الدولية وعلى كذلك تنافس محموم قد يأخذ أشكال متعددة ويأخذ كذلك مصالح متعددة أقرب إلى يعني التخادم أو التواطؤ بين تنظيم داعش ومصالح بعض القوى يعني العظمى أو الكبرى، نتحدثون دوليا على المستوى الغربي الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. ما رأيك بذلك سيد أحمد محمد الأمين؟ هناك حاجة مصيرية أقل فيما استمعنا من بعض الرؤساء، من ضمنهم الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، تحدث أنه من دون أفريقيا فرنسا ستنزلق إلى مصافي دول العالم الثالث. فرانسوا ميتيران تحدث عن أنه إذا خسرنا أفريقيا في القرن 21 لن يكون هناك شيء اسمه فرنسا في حيث موقعها وحضورها على الساحة الدولية. هذا على سبيل المثال كون فرنسا لديها حصة كبيرة في الاستعمار مباشرة يعني العسكري أو حتى الغير مباشر في القارة الأفريقية. هذه النقطة كيف يمكن لحظها بالنسبة لطريقة التعامل الغربي والولايات المتحدة الأمريكية معنية أيضا هنا، إن كان على مستوى ما تحتاجه من ثروات لهذه القارة، وإن كان على مستوى الصراع مع قوى تصعد لتنافسها. شكرا. لا شك أن الباحث في أدبيات الإرهاب لا يمكن له أن يغفل موضوعين أساسيين في تعاطي الغرب مع خصوصا فرنسا. سنتكلم على فرنسا أولا ليكون دقيقين. فرنسا وهي أكثر الدول المستعمرة، أكثر مستعمرات في إفريقيا من كل الدول تقريبا، وفرنسا لها قدور في أغلب التشكيلات التي تشهدها إفريقيا، سواء كانت في المغرب العربي أو في دول إفريقيا أو في القارة السمراء تقريبا كلها، سواء كان على مستوى انتخابات أو على مستوى حتى المؤسسات أو على مستوى الشركات. شركة توتال هي المسؤولة عن التنقيب في معظم الدول التي اكتشفت فيها بما فيها موزمبيق الآن. طبعا شركة توتال متغلغلة من أنغولا إلى غرب إفريقيا إلى السنغال وموريتانيا إلى الموزمبيق إلى كل شيء. يعني لذلك فرنسا موجودة وحاضرة وتعتبر كل حتى في أدبيات الساسة الفرنسيون يعتبرون أن إفريقيا هي الرافد الأساسي وهي الحديقة الخلفية لفرنسا التي لا غنى لها عنها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى
نحن هنا نطرح سؤال، سوف نعود، اسمح لي بأن أعود قليلا إلى الوراء إلى بداية الحلقة، حيث لماذا انتقلت هذه انتقل الإرهاب إلى إفريقيا، ونقفل جانب أساسي وهو الأدوات. أين توجد الدول العربية التي لها أيادي، أو كثير من الدول العربية لن أسميها الآن، والتي كان لها حضور في غرب إفريقيا وفي إفريقيا بشكل عام عن طريق بعثات، إما بعثات دينية أو بعثات إنسانية؟ أين اختفت هذه الدول، وأين هل هناك توجيه؟ نحن نشهد توجيه لسياسات هذه الدول. تحدث عن الدول الخليجية، عن المملكة العربية السعودية، عن من؟ إدارة ملفات الإرهاب مثلا، هل نشهد إدارة ملفات إرهاب بأيادي خلفية بأدوات عربية مثلا في داخل القارة الإفريقية، بعدما فشلت في المشرق في الشام وفي العراق تحول إلى إفريقيا مثلا؟ عن من تتحدث؟ نحن، أنت تعرفين جيدا، المشاهد سوف يحكم، سوف نحن نتحدث عن وقائع. العالم العربي موجود من خلال الثقافة، من خلال الدين، من خلال الرابطة. هذه شرعية هذه الجماعات تتكلم باسم الدين. من أين أتى هذا الدين؟ أين المرجعية الدينية؟ المرجعية الدينية طبعا ليست للغرب، المرجعية الدينية مرجعية إسلامية. طيب، أين توجد الدول العربية، الأنظمة العربية الموجودة؟ هل هي تقف على الحياد ما يدور حول الآن في إفريقيا، أم أن لها أيادي خفية، أم هي معمول بها يعني تتصرف فيها الدول الغربية؟ أنا لا ألوم الدول الغربية، لأن الدول الغربية لها مصالح. الدول الغربية عبارة عن شركات ومؤسسات، ليست القضية قضية ديمقراطية ولا إنسانية بقدر ما هي قضية مؤسسات ومصانع تديرها أنظمة بشكل ديمقراطي، لذلك تبحث عن مصالحها. أما الدول العربية التي تربطها بإفريقيا علاقات دينية أساسية، وهذا تأثير الدين له دور أساسي، مثل ما تفضل الأستاذ، غرب إفريقيا مثلا، سوف نتكلم عن غرب إفريقيا، كان محكوم أساسا بالأنظمة التي تدين بالإسلام، وهنالك الصوفية المتغلغلة في غرب إفريقيا وهي مهادنة تماما. لكن فجأة في العقود الأخيرة، عندما دخلت الدول العربية عن طريق المساعدات وعن طريق تعليم اللغة العربية وعن طريق إلى غير ذلك، برزت الحركات المتطرفة من بوكو حرام إلى غيره. والعشرية السوداء، والدكتور يعرفها في الجزائر، شاهد على ما مرت به الجزائر وما عانت من خلال تغلغل هذه البعثات الدينية أو بعودة الأفغان العرب أو المجاهدين العرب من قتال أفغانستان وما إلى ذلك. هذه النقطة، اسمح لي، أنت تشير إلى نقطة توضع في إطار الوظيفية، يعني بعض الدول تقول بأنها أيضا في إطار العمل الوظيفي للأجندة الغربية، وتحدث أنت عن دول عربية بشكل أو بآخر استثمرت في الدين واستعمل في أكثر من مكان من ضمنها القارة الإفريقية، وبدأ نرى بروز يعني نفوذ لها مضبوط على ما يبدو بالإيقاع أيضا الأمريكي أو الغربي. هذه النقاط اسمح لي أن أحيلها للسيد إبراهيم سنجاب، ومع الإشارة إلى أنه تم استخدام الدين بالولوج إلى القارة الإفريقية حتى على المستوى الغربي تحت عنوان الإرساليات وما إلى ذلك، لكن بهذه النقطة بعملية يعني الجانب الوظيفي لبعض الدول أو حتى بالنسبة لتنظيم داعش مرورا أو تمريرا للأجندة الغربية، والآن في القارة الإفريقية التي قد تتحول لمسرح للصراعات العالمية انطلاقا حتى من الموقع الاستراتيجي وما تحتويه من ثروات، ما رأيك بهذه النقطة؟ الحقيقة احنا يعني كعرب بنميل ان احنا نظلم نفسنا اكتر من لازم، لانه طبعا كان في طبعا دعم لجماعات اصولية من دول عربية، ولكن اين الدول الافريقية مما حدث من الجماعات الإرهابية؟ اين الانظمة الافريقية؟ اين منظمة الوحدة الافريقية؟ اين يعني هل افريقيا ليس لها صوت مطلقا في هذه المسألة؟ يعني طب بالتأكيد افريقيا طبعا الافارقة اثروا جدا في حقوق إخوانهم، وبعدين الموضوع مش مرتبط بالدين بس، طب ما في أفريقيا الوسطى ودول تانية جماعات أصولية من غير المسلمين. يعني أنا أقصد إن إحنا نتهم نفسنا بالقدر اللي نستحقه. فإذا سألت أين الدول العربية، لا، طب ما أين الدول الإفريقية، أين العالم؟ يعني أنا عايز أقول حاجة، إنه مخطط الإرهاب في العالم هو رأس واحدة تنتقل من العراق إلى سوريا، تنتقل إلى أفريقيا، راحت على مجتمعات آمنة، استغلت ظروف اقتصادية، استغلت جهل، يعني أيا ما يكون الوضع الهش يعني بصفته، رأس الإرهاب واحدة، رأس الإرهاب، محرك الإرهاب واحد اللي هو بيستثمر فيه. مين اللي بيستثمر في الإرهاب؟ الأمريكا والدول الأوروبية.
يعني انا كنت في النيجر في نيامي، المنطقه اللي بيستخرج منها اليورانيوم هي اللي فرنسا بتاخده تقريبا باسعار لا قيمه لها، هي أسوأ منطقه فيها تنميه وسكانها كلهم مرضى بسبب استخراج اليورانيوم. في تشاد وفي برضه نفس الحكايه، لما انتجت بترول الاسعار انخفضت جدا بحيث انه ما قدرتش تكمل استخراج بترول. في نيجيريا، في شمال نيجيريا، بوكو حرام، اين نشأت بوكو حرام؟ نشأت في مجتمع، بقية المجتمع النيجيري كان مهمشه. يعني توجد أسباب لأن حد يزرع فتنة في هذا المكان، وقلنا أنه هو على الحدود، على الأطراف، على الأنظمة مش قوية، وقلنا أنه الدول الأفريقية ما عندهاش قوة أمنية، ما عندهاش قوة، زي يعني أسباب كثيرة جدا لهذا الموضوع. لكن أخشى سيد سنجاب أنه يبدو فيما تطرحه، حتى لا تفهم خطأ، في نوع من التناقض، بمعنى ماذا فعلت دول أفريقيا ونحن نتحدث عن حقبة استعمارية طويلة استمرت بتوقيع اتفاق بنود يسمى يعني استمرارية الاستعمار عندما بدأت تأخذ استقلالها، وهي يعني هذه الاتفاقيات تجبرها على أن تبيع ثرواتها يعني بأبخس الأسعار، لا تشتري السلاح إلا من دول المستعمرة، لا تستطيع أن تأخذ قرار حتى في الحرب، تدريبها بالنسبة للقوات العسكرية والأمنية تتبع لتلك القوى الغربية، ويستخدم أشكري. الدين بزاوية من الزوايا أيضا للنفاذ، حيث أنا يعني أصدت إن إحنا كأفارقة، أنا قصدت إن إحنا كأفارقة ننهض جميعا ضد الحركات دي اللي هي يعني بتدمر مستقبل بلادنا. يعني إحنا كأفريقيا، مش نقول دولة معينة، صح في توجهات من دول حصل فعلا، لكن لازم يبقى المكافحة جماعية، لأنه التنظيمات الإرهابية دي مش من دولة واحدة، دي تنظيمات عابرة للحدود، ودولة واحدة ما تقدرش تقاومها، فيبقى لازم يجتمع عليها عدة دول ويحاربوها في كل دولة. طيب، هذه نقطة جديرة بالنقاش، اسمح لي، خصوصا أنه هل سيتغير الواقع عن يعني الحالة الحالية بأنه خارطة نفوذ واضحة كانت في القارة الإفريقية مع ظهور قوى أخرى، وهذه القوى ليس لديها عداء تاريخي إن صح التعبير كما مع الدول الغربية، نتحدث هنا عن الصين على سبيل المثال، كما يقدم القرن 21 هو قرن يعني صيني، القارة الإفريقية ستكون ساحة أساسية فيها. سنناقش هذه النقطة وإياك سيد سنجاب، دكتور أحمد ميزاب، سيد أحمد محمد الأمين ومشاهدينا، ولكن سنقف مع فاصل ومن ثم نواصل المساء، تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. منذ هزيمة تنظيم داعش في سوريا والعراق تحولت أنظار التنظيم نحو أفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل الأفريقي، تحديدا المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وفي خضم الانشغال بالحرب على التنظيم في منطقة الساحل الأفريقي، يحاول التنظيم التوغل أكثر فأكثر في أفريقيا، ولا سيما في مثلث موزمبيق، تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، منطقة البحيرات الكبرى، وهي منطقة غنية بالثروات الطبيعية ولا سيما الغاز والمعادن أيضا الثمينة، وشكلت بؤرة ثالثة لتنظيم داعش مطلقا عليها ولاية أفريقيا الوسطى. المخاوف هي أن يؤدي نشاط تنظيم داعش في تلك المنطقة إلى استقطاب جيوش الدول الكبرى إلى منطقة البحيرات الكبرى لحماية الاستثمارات لهذه الدول، لشركات موجودة هناك لهذه الدول، خصوصا في حقول الغاز ومناجم الياقوت بموزمبيق، ما سيجعل هذه الدول محل تنافس بين قوى كبرى تحت ذريعة محاربة الإرهاب. إذن سنأخذ هذه المعلومات والمعطيات ومباشرة نحيلها لضيوفنا من عاصمة باريس، السيد أحمد محمد الأمين، مرحبا بك من جديد، دكتور أحمد ميزاب من العاصمة الجزائر، وسيد إبراهيم سنجاب من القاهرة، مرحبا بضيوفنا. سيد أحمد محمد الأمين، إلى أي حد سيغير صعود الصيني أقله وأيضا روسيا بالحضور في القارة الأفريقية بشكل أو بآخر من واقع الحال، وإلى أي حد تحت ذريعة مكافحة الإرهاب قد نرى تنافسا، لا أدري إلى أي حد قد يصل، بين هذه الدول لحماية مصالحها واستثماراتها؟ وجهة الغربية كيف ستكون إن تحول الأمر بهذا الشكل؟ شكرا. إلى حد الآن الوجود الصيني يتركز على الجانب الاقتصادي،
صحيح. حيث أن بعض الدول تقريبا تكاد بالكاد تكون يكون لمؤسساتها التجارية وجود بالمقارنة مع الوجود الصيني. بدأت هذه القضية من في شرق إفريقيا، بدأت من أنغولا من سنة 2007 تقريبا إلى الآن، حيث استثمرت في البنى التحتية وثم تمددت في كل إفريقيا تقريبا. والجانب تقريبا السياسي إلى حد ما لا تعطيه أهمية كبيرة بقدر ما تشتغل على الجانب المالي. أما الوجود الروسي فهو بدأ حديثا تقريبا مع السنوات الأخيرة، عندما اكتشفت روسيا أهمية إفريقيا، أو كانت ربما كانت تعرف أهميتها، ولكن عندما أعادت النظر في التوجه نحو إفريقيا، خصوصا أنها لاحظت التركيز الفرنسي الجديد والاهتمام الأمريكي بالقضايا الإفريقية، خصوصا الزيارات التي يقوم بها الرؤساء الأمريكان لبعض دول إفريقيا من جنوب إفريقيا إلى السنغال في غرب إفريقيا، ثم محاولة أمريكا حتى لإيجاد قاعدة كانت في شمال إفريقيا في مالي، وثم لم تتفق الدول على ذلك، خصوصا الجزائر أعتقد أنها منعت في وجود قاعدة أمريكية حسب معطياتي. لذلك الصين وجودها غزو، أنا أعتبره غزو أو استعمار، سيكون هو تجاري بحت، ولكن الوجود الغربي هو الإشكال الحقيقي، لأن الغرب يمتص ثروات هذه الدول الإفريقية ولا يريد لها أن تستقر لا ديمقراطيا ولا سياسيا، لتكون له اليد في إدارة المؤسسات الاقتصادية داخل هذه الدول. لذلك نجد أن الصراع الآن على الدول التي لديها ثروات. لو لاحظت أن الدول التي لا توجد فيها ثروات، لا يوجد فيها وجود للغرب ولا توجد بها اهتمام، صحيح. وإنما في الدول التي لديها ثروات يتركز عليها التنافس. فتركيا مثلا عندما قامت بتسفير 16 ألف من المجاهدين، أو ما يسأل الإرهابيين عفوا، اللي هم الإرهابيين، لا أعتبرهم مجاهدين، هذا للغرب. أغلب هذه أصولهم كانت من إفريقيا. نحن لا نعرف ماذا فعلت الدول الأوروبية. أنا الدول الأوروبية، يقال هناك تقارير سرية تقول أنهم رحلوا إلى الدول الإفريقية فأطلق سراحهم داخل الدول الإفريقية، وهم الآن يمارسون نعم. الإرهاب. لذلك هذه إشكالية. تركيا تعرف ماذا فعلت عندما رحلت هؤلاء الإرهابيون. لذلك كلها مصالح متشابكة وصراع على النفوذ، ليس من أجل سواد عيون إفريقيا. إفريقيا تعاني من التهميش، تعاني من الفقر، بؤرة فيها بؤر حاضرة للإرهاب والتطرف ولكل من طيب. ذبوها، كل المنظمات الإرهابية، كل المنظمات الإجرامية، من تهريب المخدرات إلى تعرف عندك علم أن في السنوات الأخيرة كان تهب الطيران في شمال مالي محمل بالمخدرات من كولومبيا من عصابات الجريمة المنظمة في طيب. مالي إلى يوجد لكن نحن إلى أين سنتجه هنا؟ وأنا أنتقل لو سمحت لي سيد الأمين إلى الدكتور أحمد ميزاب. نحن أمام مقارعة صينية أمريكية، الصين تقارع الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مكان على أكثر من مستوى. القارة الإفريقية بأي شكل سنراها، بالنظر إلى أن الصين يعني في قواعد عسكرية بدأت، وهذا جديد بالنسبة لي، يعني مفهوم الصين في ضخ أموال بشكل كبير، دفع على البنى التحتية وتتحدث عن استثمارات وتقدم نفسها بالدور الاقتصادي كما هو. هذا كيف يمكن أن نلاحظه بين الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعني رصدنا لما جاء في مقال لي بفورن افيرز معذره من ثلاثه ايضا من العسكريين الامريكيين عن ضروره ان تكون هناك مقاربه مختلفه للولايات المتحده الامريكيه في القاره الافريقيه بالنظر الى الصعود الصيني؟ هذه كيف يمكن ان نراها في التداعيات في المقبل؟ دعيني أقول أولا، الصين هي تنظر للقارة الإفريقية وللعمق الإفريقي كسوق مفتوحة، وكذلك كبديل مهم. فبالتالي هنالك نوع من التوجه في العمق على أكثر من محور استراتيجي بالنسبة للصين، وهذا ما يشكل تهديد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. والصين تدرك جيدا بأنه في إطار الصراع ما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون هنالك توظيف مجموعة من الأوراق، ومن بينها الأوراق الأمنية، في إطار الحد من التمدد الصيني والتغول الصيني في القارة الإفريقية، خاصة وأنها نوعت
من محاور استثمارها في القارة الإفريقية باعتبار أنها تحولت إلى عديد من المشاريع ومن كذلك النماذج المختلفة، وهذا ما أصبح يشكل تهديد حقيقي. فبالتالي هنالك إدراك، وهذا ما فسر حينما حاولت الصين أن تتوجه نحو استحداث قاعدة عسكرية لها، والذي اعتبر بأنه مفارقة غريبة جدا في المعادلة الصينية. لكن ربما هنا دعيني أعود إلى زاوية أخرى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى في إطار قطع الطريق أمام منافسيها وأمام كذلك محاولات الحد من تمددها في القارة من خلال توظيف عدد عديد من الأوراق، ومنها هنا علينا أن نسلط الضوء على ما يسمى بالإرهاب الوظيفي، بمعنى توظيف الورقة التهديد الإرهابي في المنطقة كغطاء أو ربما كمسار في إطار شرعنة أي عمل عسكري أو أي كذلك تدخل عسكري في المنطقة. وهذا رأيناه وربما مؤشراته وكذلك دلائله ظهرت منذ الأشهر الأخيرة لسنة 2020، وربما هناك ذلك سأسلط الضوء على الدور الفرنسي. فرنسا في 2013 حينما أرادت أن تبعث بعملية سيرفال، حينما رأت بأن مصالحها كانت مهددة بمنطقة الساحل، حركت الورقة الأمنية في المنطقة ووظفت ورقة عملية سيرفال في إطار بسط نفوذها. بعد ذلك رأينا كذلك توظيف ورقة عملية برخان. مؤخرا كذلك حشدت فرنسا كل مجهوداتها في القمة التي عقدت نهاية شهر فيفري الماضي في تشاد، من أجل كذلك حشد الجهود الدولية في إطار ما يسمى بحرب الإرهاب. لكن كل نتائج هذه العمليات هي تغول الظاهرة الإرهابية، تمدد الظاهرة الإرهابية، وكذلك استهداف. نعم، عملية شرعنة التدخل العسكري، أنا أقتبس من الدكتور أحمد ميزاب بالانتقال إليك سيد إبراهيم سنجاب، من خلال يعني الورقة الأمنية وما إلى ذلك. في قواعد عسكرية موجودة للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا هي الأعلى، وفي لروسيا وأيضا للصين. هل يمكن أن نصل إلى اشتباك وبأي شكل من الأشكال، أم أنه في إمكانية لتفضيل الحضور الأمريكي أو الغربي الأوروبي في هذه القارة انطلاقا من الحضور العسكري واستخدام الورقة الأمنية محافظة على السيطرة والنفوذ في القارة الأفريقية، ما رأيك؟ الحقيقة أن الوجود العسكري هو اقتصر، يعني كانت فرنسا لوحدها وأمريكا راحت تطارد فرنسا بالقواعد فيما بعد. الوجود الصيني والوجود الروسي غير واضح حتى هذه اللحظة، يعني غير واضح، ممكن يكون كتائب حراسة لمناطق اقتصادية. يعني الصراع على أفريقيا هو صراع على الثروات في كل إقليم على حسب الدولة اللي من الخارج. الأخطر من الصراع على الثروات هو سباق محموم بين الأمريكان والصينيين، وانضم لهم مؤخرا الأتراك، سباق محموم على تغيير، يعني كلهم لهم مشاريع، لكن تغيير ثقافة الشعوب، وأنا شفت ده بنفسي في المراكز الثقافية لهذه الدول، وبتتعامل خاصة الأمريكان والأتراك بيتعاملوا بمنتهى يعني بمنتهى الرحمة مع الأفارقة هناك، وانه في غياب عربي رغم حضور الثقافه العربيه. الدول الاخرى على فكره موجوده في افريقيا، مش بس مقتصره على هذه الدول، يعني اسبانيا موجوده، بلجيكا، كندا، صحيح. المانيا لما ميركل راحت سنه 2015 عشان الهجره غير الشرعيه، يعني المساله مش مقتصره على صراع امريكي صيني او صراع فرنسي. لذلك نتحدث يعني عن الغرب، دول أوروبية، وأيضا نتحدث عن دول أخرى. لو ختمت معك سيد سنجاب لأن الوقت انتهى بشكل كامل، في سوريا الولايات المتحدة الأمريكية تضع يدها في عملية تسهيل تنظيم داعش على المناطق اللي فيها الثروات، ولا نرى اشتباك على هذا المستوى بين الدول. هل سيكون المشهد بهذا الإطار إذا وضعت الورقة العسكرية في محاربة الإرهاب بين قوسين للحفاظ على المصالح بالقارة الأفريقية؟ أمريكا بتسيطر تجاريا على بترول نيجيريا اللي هي دولة عظمى أفريقية في إنتاج البترول، وفرنسا بتسيطر على اليورانيوم وبيتحكموا في تشاد، وكل بئر بترول بيطلع لها أمريكي أو فرنسي، ودلوقتي الصين بتطاردهم يعني. شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم سنجاب نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام ضيفنا من القاهرة. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد ميزاب الخبير في دراسات الأمنية والاستراتيجية ضيفنا من الجزائر. شكرا جزيلا لك سيد أحمد محمد الأمين رئيس المركز الفرنسي الأفريقي للدراسات الاستراتيجية ضيفنا من باريس. شكرا لضيوفنا ولمشاهدين المسائية، انتهت دائما للمزيد الميادين.net. إلى اللقاء.